السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطبق مغربي اللي هو الهرقمة بالحمص او الكرعين بالحمص. بالنسبة للوصفة اللي غنقدم لكم اليوم راه سهلة بزاف، خاصة للمبتدئات، يعني سهلة، وغادي نعطيهم واحد لاسيس باش دغيا يطيبوا لهم الكرعين ديالهم، والمقادير ديالهم راهم ساهل، يعني ما فيهم حتى شي حاجة زعما اللي تجيكم صعيبة. فبالنسبة للمقادير هنا غادي نحتاج واحد الكرعين وحدة، يعني رجل وحدة اللي شديتها هكذا، ديجا كناخذوهم مشوطين، وملي كتجيبوهم للدار كتغسلوهم بالماء طايب مزيان وتزيدو تفركوهم باش ما يبقى فيهم حتى شي حاجه، حتى ديك الريحه ديال التحمر ديالهم تزول منهم، يعني ضروري الماء طايب في الغسيل. هنا كما شفتوا الطريفات قطعتهم شويه صغار، هو اكيد الكزه اللي غادي يقطعهم لكم. هنا عندي بصله صغيره، يعني صغيره بزاف، الا عندكم بصله كبيره تاخذوا غير نصها، وغديروا 6 ديال الفصوص ديال الثوم. بالنسبه للعطريه عندي هنا معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه ونص ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره مع مرش ديال الخرقوم، وشويه ديال الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق. بالنسبه للخرقوم يمكن لكم تستبدلوه بالزعفران شعره الا عندكم. وبالنسبه للقرفه، الا كنتو غديروا في الكرعين ديالكم الزبيب غديروا القرفه، الا كنتو ما غديروش الزبيب ما ديروش القرفه. انا اليوم ما غنديرهاش، انا غندير غير الحمص. هنا كما شفتوا زلافه مع مرش ديال الحمص اللي مفزق من قبل، كتخليوه بالجلده ديالو، يعني بحال الشغل ديال الكسكسو. حنا ما كنحيدوش القشره لا في الكسكسو ولا في الهرقمه، كنحيدو القشره غير في الحريره. هنا بالنسبه لاستيس باش يطيبوا لكم دغيا، كندير معاهم واحد جوج عظام ديال التمر اللي كتغسلوهم وكتضيفوهم مع يعني مع الوصفه. هادو كيسرعوا لنا العمليه ديال الطهي ديال الكرعين دغيا كيطيبوا. وواحد الوريقه ديال الرمد كتبقى اختياريه، يمكن لكم تستبدلوها بواحد الربيطه ديال القزبر معدنوس صغيره. انا ما كنديرش الربيع، يعني كنكتفي غير بهذه الوريقه ديال الرمد. بالنسبه للزيت غنحتاج 4 كاس ديال زيت العود، يعني زيت البلديه. صافي، هادو هما المقادير، راه ساهلين ودغيا كيوجدوا. كما شفتوا الكرعين كنطيبوهم في الكوكوط باش دغيا كيطيبونا. هنا غادي ندير زيت البلديه والكرعين والعطريه كامله، وديك البصيله، البصله كتبقى اختياريه، الا ما بغيتوش البصله ما ديروهاش، ولكن انا كندير هاد البصيله هادي علاش، باش كتحلي المرقه ديال الكرعين، كتجي شي شويه حلوه، ما كتجيناش، يعني امكانكم ديروا غير الثومه، يعني راه هادشي اللي كيكون فيها، ولكن هاد البصيله صغيره تعطيكم واحد المذاق زوين. غنديرها على النار باش غير تشحر شويه ديك البصله، والماء غادي نديرو يسخن باش غنرويوها بالماء سخون باش كتسرع لنا عمليه ديال الطهي. صافي كما شفتوا، غير كديروا على النار، غير كتبدا شي شويه كتبدا يعني تحسوا بديك البصيله كتقلى. صافي، وكتصبغوا دوك العظام ديال الكرعين باش كياخذوا اللون. دابا كنضيف الماء غليان اللي غادي يغطي لنا هاد الكرعين هادو. وغنضيف دابا ديك الوريقه ديال الرند، وجوج عظام ديال التمر، عقلوا جوج باش في الاخر كنزولوهم، كتعقلوا شحال درتو. المهم بالنسبه للكميه هذه ديال هاد الكرعين هذا اللي درت، انا درت جوج عظيمات ديال التمر، هما اللي غادي يسرعوا لنا الطياب. دابا غادي نسد عليها لمده ثلث ساعه حتى كنحس بها طابت، يعني نص طيبه نص طيبه. ديك الساعه غادي نرجع نحل عليها ونضيف زلافه ديال الحمص، لان الحمص انا عندي طياب دغيا كيطيب، ما يمكنليش نديرو من الاول لان غادي يهرى ويقدر يلصق لكم في القاع ديال الكوكو. صافي البنات، من بعد ما كدوز ثلث ساعه تقريبا، هانتوما شفتوا يعني بدا شي شويه كياخذ الطياب. دابا غادي ندير له داك الزلافه ديال الحمص. بالنسبه للماء انا ما غنزيدو لا ما لا والو، يعني غادي يطيب في هذا الماء ديالو اللي درنا فيه في الاول. نتوما الا شفتوه نقص بزاف غديروا شويه ديال الماء طايب، ضروري الماء يكون سخون. دابا غنسد عليه ونخليه لمده تقريبا واحد نص ساعه، واكيد راكم كتقلبوا، ملي غيبان لكم صافي كيطيب كيولي زبده، ديك الساعه كتطفيوه. فوالا البنات، الشكل النهائي ديال الكرعين ديالنا كيجيو بهذا الشكل، هانتوما شفتوا كتجي يعني المريقه ديالو عاقده، وهو راه كيبان لكم بحال راه معسل، يعني الطريقه اللي عطيتكم تبعوها راه غادي يعجبكم بزاف، حتى المذاق اللي داقوا الصراحه كيعجبو. انا قلت لكم الا بغيتو ديروا الزبيب ديروا عود ديال القرفه معاه، ولا شي راس معلقه ديال القرفه، لان القرفه كتواتى مع الزبيب. فكنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.